عن الفقر لا شوية، طبعا. لكن أنا عايزة أقول ممكن حضرتك تدينا كده يعني اللي بيسمعونا، وعلى فكرة بيبقوا متضايقين برضو، طبعا يعني في بعض الناس بيبقى بيصدر عنهم حاجات عنيفة ضد أولادهم أو وبيندم جدا. وبيبقى زعلان جدا. لحظة الغضب، هل في 1 2 3 4 يقدر الزوج أو الزوجة إن هم يعملوها؟ أول حاجة لما أحس نفسي خلاص هولع زي ما بقول القنبلة هتنفجر، ببعد عن الحدث، ببعد عن الشخص، أخرج انزل الشارع، خش أوضتك، واقفل عليك، واقعد صرخ، اقعد طلع كل الطاقة، يعني اعمل أي حاجة، هات شوية ورق جرايد كده واقعد قطعهم، اكتب المشاعر السلبية اللي أنت بتعاني منها دلوقتي، اكتب الضغط، لأن إحنا بنستحضر الألم الماضي وقت الانفعال الحالي. يعني كل اللي فات بيحضر للاسف، عفاريتنا بتحضر. يعني ايه؟ بنحضر العفريت وما نعرفش نصرفه، صح، لان انا مش عارف اصرفه ازاي. وانا غصب عني، لان انا لما حد بيضايقني دلوقتي انا مش بفتكر الحد ده بس، بفتكر بقى المدرس اللي اذاني، وبفتكر ماما اللي ضربتني، وبفتكر بابا اللي عاقبني، وبفتكر خطيبي الاولاني اللي سابني، بفتكر كل الاحداث اللي مرت عليا في الثانيه دي. عشان كده العقل اللاواعي بتاعنا ده خطر جدا. اول ما بنصحى الصبح قبل ما ننام ولحظات الغضب، عقلنا الواعي اللي بنشتغل بيه وبنفكر بيه بيقف. اوكي، الباطن هو اللي بيقف، الباطن بقى المخزن ده لازم يتفرغ كل اول باول. ازاي يتفرغ اول باول؟ انا اعمل ايه؟ انا ممكن ما اروحش للدكتور لان الدكاتره غاليين، انا مكسوف اروح لمعالج، انا ما اعرفش سكه حد. فبالتالي بدي نصيحه، بقول للشخص، بقول له هات ورقه وقلم واكتب، بس اللي كتبته اوعى تقراه. يا سلام، قطعه وارميه، لان لو قراه يعني حضرتك قصدك ان انا اخرج وارمي. اوكي، كده انت بتعمل ايه؟ بتدلت شويه حاجات وجعتك، لكن لو قريتها هتشفق على ذاتك وهتبتدي تلوم الاخرين او تلوم نفسك على ضعفك، ما خدتش حقك. او انا كده باكد على الفكره، فكره الغضب انا بارخ ليه بالزبط. عشان استرجعه وقت اللزوم. لا، احنا نكتب ونقطع ونمسح، او نكتب ونقطع ونرمي، دي مهمه جدا. طب كتبت وقطعت؟ في بنستخدم بعض تمارين التنفس بعدها عشان اهدى، لان الغضب طلع والعنف طلع وهيبتدي عقلي بقى يشتغل، وان انا مظلوم، تبتدي اخد انفاس كتيره 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 كتيره. عمليه الوضوء وعمليه الصلاه بتخفف شويه، عمليه الرياضه. عشان كده احنا بنقول في انزل اتمشى في الشارع، في لايف ستايل كامل عشان اقدر انا اتغلب على غضبي، اتعلم الثبات الانفعالي، اغير المود بتاعي. اوكي، الغذاء، الرياضه، والجانب الروحي. يعني فعلا، بس اللحظه بتاعت الغضب دي اول حاجه حضرتك قلتيها ابعد عن الموقف، لان ممكن يحصل جريمه قتل فعلا. في يعني جات لي حاله، الست من النرفزات زي ما حضرتك بتقولي، مسكت كاس حدفته كان قدامها، الكاس ضرب في الارض ورشق عند جوزها، عوره، بس الحمد لله يعني ربنا ستر. فهي غصب عنها، بس افرجي كان مات، كان هيبقى قتل خطا، بس هتعيش بعذاب طول حياتها. صحيح، فلحظه الغضب بنفقد اعصابنا. طيب.